شركة أبل أعلنت إنه نظام جديد للآيفون اللي هو أي أو إس 17 راح ينزل بعد كم يوم، بس للأسف شركة أبل أعلنت إنه ما راح ينزل على كل التليفونات. عندكم الآيفون 8 8 بلس وآيفون إكس ما راح ينزل لهيدا النظام، وهي بالعادة شركة أبل بتوقف تحديث لبعض التليفونات اللي بصير عمرهم أكثر من 5 سنين من تاريخ الصنع. استثنائيا مرة زادت سنة، عملتهم 6 سنين للآيفون 6S و 6S بلس. هيدا ما بيعني انه تليفونكم ما بقى يشتغل، تليفونكم بضل يشتغل نظامي، بس بعض التحديثات لبعض التطبيقات ما بتنزل عندكم. واهم التطبيقات الموجوده عندكم مثل الانستا، مثل الفيسبوك، مثل الواتساب، مثل يوتيوب، هو بضلهم شغالين عندكم، واي تحديثات جديده لهم ما بتنزل عندكم. انا عندي ايفون 6 لحد اسا كل التطبيقات بعدها شغاله عليه، بس التطبيقات بالتحديثات القديمه. شركة أبل ما بتنزل التحديثات الجديدة على الآيفونات القديمة لأنه النظام الجديد ما بيمشي مع المعالج التليفون القديم، وبيخلي التليفون يصير يحمى ويصير يتلت كتير. يعني اللي معهم آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون إكس بيشتغلوا عليه نظامي جدا، وبيضل معهم بعد كمان لأربع خمس سنين ضلوا يشتغل معهم، ما في مشكلة إنه إذا ما بدلوا. حبيت خبركم هيدا المعلومة لأنه في كتير ناس من حاملين هيدي التليفونات قلقوا من الموضوع وقالوا انه تليفوننا ما بقى يشتغل ولازم نبدله. اي شخص عنده مشكلة بالايفون يكتب لي اياها بالتعليقات، وان شاء الله باسرع وقت ممكن بحاول رد عليه وحل له مشكلته.